بيّنت إحصائيات من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 83% من أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية هم من العمانيين، كما شكل العمانيون 37% من أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الخاصة. شارك أهالي محافظة مسندم في فعالية يوم المشي العالمي بتنظيم من اللجنة العمانية للرياضة للجميع، من منطلق وعيهم بأهمية الرياضة في صحة الفرد والمجتمع. بلدية مسقط تداهم منزلاً به عمالة وافدة يقومون بطبخ المأكولات ومن ثم توزيعها على الشركات في بيئة غير نظيفة، حيث تمت مصادرة الأدوات والمواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة ولاية فلوريدا الأمريكية أن غسيل الصحون يساعد على تخفيف حدة التوتر وتحسين الحالة العقلية للإنسان.